اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو هواش تبع المحموديه ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 19/10/2023 وتعالوا نشوفوا اسعار البقر الوالد مع المعلم حسني بدر اكبر تاجر بقره والدي في محافظه البحيره. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الخير يا حاج حسني. صباحك ابيض ان شاء الله. الله يقويك ويعينك ويصلح حالك يا حاج حسني. قاعد فين بالضبط يا حاج حسني؟ ابو هواش. ابو هواش يا جماعه اكبر تاجر بقره والدي في المحموديه. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. الله اكبر على المال. بسم الله ما شاء الله. اربع بقرات صلاه النبي عليهم يا جماعه. اللهم صل عليك يا نبي. مال الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اول واحده خلفها انت يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. والثانيه ذكر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 10 شهرين ولبن ستات يا ابو. 10 شهرين ولبن ستات. اول واحده اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. واللبن ستات يا جماعه. اللهم صل عليك يا نبي. ودي والده وراد ذكر. ودي والده وراد ذكر. بسم الله ما شاء الله. 8 كيلو في الطاقه. 8 كيلو في شهرين ومشى الثالثه 7 كيلو. الثالثه 10 شهرين ومشى والرابعة لبن. والرابعة لبن. اللهم صل عليك. أربعة وخمسة. أربعة وخمسة لبن. الله يبارك لك يا حاج حسني. اسحب كده يا غالي. اسحب الطاولة يا غالي. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعة صلاة النبي عليه وقت. ربنا يبارك للمال وأصحابه. الله أكبر. وصاحب النصيب اللي ياخذ المال. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. زي ما تقول يابا كده. هنقول اهو. طب منين؟ احنا من المحافظة. منين الحتة في المحافظة؟ اللهم صل عليك. ما انا من ابو حمص. انا من ابو هواش. ما انا ابو هواش مركز ابو حمص. انت بتقول من ابو حمص نفسي. من الدراوية من كتاكت من باغوص من لا. من عزبة شعبان. اللهم صل عليك يا نبي. عزبة شعبان يعني حق سعد ابو حسين الله يرحمه. صباح الفل حي. نارك زي العسل ان شاء الله. الله يقويك ويعينك ويصلح حالك. صباحك ابد ان شاء الله. الله يبارك لك يا حاج. انا لسه نهارت في سوق ابو هواش النهارده. الله يخليك. بسم الله ما شاء الله. البيع والشراء شغال مع الحاج حسني يا جماعه. 56. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. عشره كم يا حاج حسني؟ شهرين نظيف ومشي. شهرين نظيف وماشيه في الثالثه يا جماعه. 56 الف ونص وكسر ستة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. ربنا يبارك للمال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. الله اكبر. 55 والده. 55 والده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ثمانيات لبن. ثمانيات اللبن يا جماعه. والخلف ذكر. الله اكبر. كم ولد اللي ده يا حاج حسني؟ الرابع اللي وراه. رابع ولد يا جماعه اللي وراه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. الفرحه يا حاج حسني. شهرين ولبن يابا ب 42000. شهرين ولبن يا جماعه ب 42000. فات الله اكبر. اربع سنات. وكسر اربع سنات. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. والرابع ده يا حاج حسني؟ دي لبن ب 35000. لبن يا جماعه ب 35000. فات. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الله اكبر. بقى قد ايه لبن كده حاجه؟ 4 كيلو في الطرف. 4 كيلو في الطرف. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ادينا الرقم يا حاج حسني. 012 012 7 7 9 6 9 6 7 3 1 0 2 1 0 2. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لك يا حاج حسني ويصلح حالك وحال الجميع. الله يبارك لك يا حاج. الحاج حسني طبعا زباينه الناس بحالها بتحبه. الله يبارك له ويصلح حالكم وحال الجميع. صباحكم ابيض ان شاء الله. البقر الوالد يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر على اللبنيه. الله اكبر. اللبنيه ما فكتش ولا سنه. ما فكتش ولا سنه. بسم الله ما شاء الله. شبه تاني يا عم. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. مالكم من المال الطيب والله. اطهر مال. اللهم صل عليك يا نبي. والده برضه؟ والده ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. مال يا جماعه صلاه النبي عليه. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. محمد رسول الله. تعالى. تعالى هنا بقى. الخلف نتاياته ولا تكره؟ نتايات ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. دي كم ولد ودي كم ولد؟ دي اول ولد طبعا. الاثنين اول ولد. الاثنين اول ولد. الله يبارك لك. كم وكم بمرد الله؟ قطع اطهر ما. الله يبارك لك. عاوزين 140000 من عند الله. اللهم صل عليك يا نبي. من عند الله ان شاء الله. كله من عند الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كم بمرد الله؟ الله وكيل يعني. ان شاء الله عاوزين 140000. ما انتوا عايزين ما ولا عايز عايز يعني. ها؟ فيهم اقوى لبن. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. عشرات اللبن في اليوم. بسم الله ما شاء الله. عاوز تصور؟ الله اكبر. مش كل حاجه تصور. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله بقى. انا مش عاوز حد يبيع لان انا بشتري من الاسواق ما بشتريش من هنا.
الله اكبر. يا حاج ما بشريش من فلاحين بقى. عاوزين 140,000 من عند الله ان شاء الله. عايزين 140. طب تمنهم من اساسي كام بطيء؟ ما تدورش بقى، ده بيضروا في يامي. والله بيضروا في يامي. ده بيضروا فلوس كبيره. الله يبارك لك ويصلح حالك يا صاحبي. يدعني. الله يصلح حالك. يدعني. معاك الحاج مرشيد عطل. الحاج مرشيد عطل الله يبارك لك. قاعد فين يا حاج مرشيد؟ كفر الشيخ. مطوبس. منيه المرشد الله يبارك لك يا غالي. ادينا الرقم لحد اصحابه وصل معاه. 0100 989 789 7 5 5 9 5 5 9. الله يبارك لك ويصلح حالك. صباحك ابيض ان شاء الله. صباحك زي العسل. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طب عامله كام طيب؟ عامله كام؟ ب 45,000 بس. 45,000 الخلف نتاي ولا ضب؟ ها؟ نتاي. نتاي ب 45,000. كم ولد الادي؟ دي ثالث دم. ثالث ولد بسم الله ما شاء الله. 7 و8 لبن. 7 و8 لبن بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. الله اكبر. ربنا يبارك لك واجعل سوق احسن منها غير. صباحك ابيض. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا رجال. ناركم ابيض ان شاء الله. الاسعار عاملين النهارده في البقره الوالده؟ والله السوق كويس. السوق كويس النهارده؟ الله يقويكم ويعينكم بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الخلف نتايا يا جماعه. عرفنا باسمك الاول. الحاج جمعه تسوق. جمعة سوقي. منين يا صاحبي؟ من محمودية بحير. محمودية بحير الله اكبر. الخلف نتاي ولا ضق؟ بسم الله ما شاء الله. كم ولد يا صاحبي دي؟ الثالث اللي وراه. الثالث ولد اللي وراه. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. جاي يا محمد. عامله كام الله وكيل في مرد الله؟ 56,150. اللهم صل عليك. 9 كيلو لبن. 9 كيلو لبن في اليوم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. 56,150 صح؟ 56,150. والاثنين التانيين دول عش؟ واحد 10-7 وواحد 10-3. واحد 10-7 وواحد 10-3. الاولانيه دي كام؟ 5. 7 و5. دي 7 دي. دي 7 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. الله اكبر. الله اكبر. ثالث ولد؟ ثاني ولد بسم الله ما شاء الله. عامله كام الاوكي؟ الاثنين على بعض شهر واحد. 7 و5؟ يعني دي 45 و43. 45 و43 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 45 و3. نعم؟ عشر خمسة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. مالك مال حلو وانت راي الاحلى من الكل. 10-7 فاكل وكله لبن. 10-7 وفاكل وكيلو. الله يبارك. 45 و43 بسم الله ما شاء الله. كسرين ستات. نعم؟ كسرين ستات. وكسرين ستات. ادينا الرقم يا صاحبي. 012 88 631 433. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.